سيد عبد الله يطلبون حضورك إلى المدرسة ويقولون أن الأمر طارئ. لقد تورط حسين في المشاكل. الصبر يا الله. أزعج طلبة صفه وضايقهم بكلامه ولا يحترم أحداً. يبدي رأيه في كل قضية، لا يعرف حدوداً ويصحح لنا. هذا جزء بسيط من تصرفاته، لذلك لا يمكنه البقاء. أرجوك سيدي، ماذا سأفعل؟ أحضر له معلمين. ولكن لا نستطيع تحمل النفقات. أعطه فرصة وأعدك أن يلتزم تعليماتكم. لا يمكن. عافاك الله جارتنا. توقفي ماهي، ماهي توقفي، توقفي أرجوك. أسعدت صباحا. أرجو أن يكون صباحك سعيدا أيضا، لكن مصيبتك كبيرة. أي مصيبة هذه؟ صحيح، ابنك لا يجلب لك المصائب ولكنه يجلبها لجيرانه. إنه طفل صغير. انظري، أحضرت بعض الخروب لنعيم. تشتكون علينا للقاضي؟ وتزيلون مظلتنا؟ والآن تحاولين إظهار الود لنرضى؟ أرجوك اهدئي قليلاً، ألا تعرفين حسين؟ خذي، أخذه والده إلى المدرسة وهذا سيجعله يهدأ بإذن الله. سترين شخصاً آخر من الآن. أتظنين أنه سيستمر فيها؟ سيطرد منها من اليوم الأول. لن يحدث هذا، حسين عاقلاً وسيحسن التصرف. شهريار أين أنت؟ أين كتبي يا أمي؟ حسين؟ قلب المدرسة رأساً على عقب من اليوم الأول فطردوه. تعالي كي نتحدث معه. حسين؟ يقولون عن هذا الشقي إنه ذكي، حتى الأساتذة لم يتحملوه. يا ربي، أطل عمري حتى يكبر طفلي وأراه راشداً ناجحاً يعتمد على نفسه في تسيير أمور حياته. أرجوك يا ربي. يا رب، أعطني العقل والحكمة لأكتشف السماء. هذا النظام والترتيب العظيم يحتاج إلى معرفة كبيرة وصبر لفهمه. مدني بهما يا الله حتى أستطيع دراسة كل هذا. يا رب، ساعدني أرجوك. فالنجوم وتموضعها في السماء والنظام الذي تتحرك وفقه يشغلان عقلي وينسيانني النوم.